أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر الحضرمي رحمه الله تعالى: ويجب صب الماء على المتنجس إذا كان الماء دون القلتين. ويجب وحواجب صب الماء بيها كشبده دي على المتنجس شيء نجاسوبي دشيسة إن بيها القشبه واجب. إذا وقتك واجب بيها إن دش الله قشبه كان الماء بيه دون القلتين. قلتين كسوك يهدي بيه أيهين وبيه اللبب قول اللي تربع كير يهين. وحاو واجب نقنا يا شيقي شيقي نجاسوبي إن بيها الدش الله قصوشه. يعني الشيخ رحمه الله تعالى هل كان وحور هوا إنو نغط ساليه قابك وحلو ظاهري وحبا كان نجاسوبي درنتي أتكتو كنيسي أما مرضي أتكتو كنيسي كان نجاسوبي حبك الله ظاهرين هاي مرك حبك الله ظاهرين يا شيخ وحويري. waxa waajib biyaha kor in looga soo shubo oo waxa la diiday waxa weey tusaale ahaan maradu hadii ay kaani jaasowdo waxa dooni maradu inaad daahiriso waxa la diiday waxa weey baaldi intaad biyo ku shubatid maradu aad dhex gelisid ka badan maradu markii nijaasadii aad ka zuuliso oo biyihii aad dhex gelisay maradu sidii xarigaad ugu waratay taas weey waxa la diiday taas dahara noqon mayso شيقين أولي وحوك باقي هاي نجاسة ديسي. إذن مركز شيخ وحوكولي هاي وحواجبة شيقو هدو كان نجاسه بيها إنات كس شبته بيها كر أغا شبته وشيقو هو سيو بيه هنا إكا كر ريان وكر أدو غصو شبته تاسا واجب نغنيس. قورما مركز سلاسة واجب تهي إذا كان الماء دون القلتين. هدي بيه بيهين قلتين كوكير بيتين مربه هذه قلتين يكيرهم بيهو إن يعني واجب ويلاقة كانوا بيها الدش اللاقة كانوا شيء هذه عدد حقلي سبيه وقلتين كير بيه نوع نجاسة بين مردين وحي باغ كتهاي نجاسة دي أما هذه بيه أي قلتين أيهين يوح كسي بدن وحي نجاسة بي وعدد حقلين كرتا وحي نجاسة بي بيها قلتين يكبضن هديهين وادلح قلين كرتاه وصداس ظاهر وكن غنكرا. فإن أدخل هدو قليو المتنجس شيء نجاسوبي فيه في الماء القليل بيه يرى ولوب غلو اللي ترك يرى هدو شيء متنجس كاها ودح قليو لم يظهر المتنجس شيء نجاسوبي مظاهر نغن وتنجس الماء به نوين نجاسوبين وملاقيه ملاقي الماء بها سوحي لسي كلمين أيقو نوين نجاسوبين حكو شيخ شيخ رحمه الله تعالى هبك إيا النظام كاس أمسو شيخني هذه الله خلافه وحي كل لازم لها هبك الله سو شيخ وحوها مرضو هذه كان نجاسوده به اندوش الله قصو شبه هذه بيه أي قلتين أي كيريهن هذه مركا هبك الله خلافه محاكا دلانا ومثلا بيه يرى مرضي كان نجاسوي بيه الدح قلس بيه الدح قلس الشيخ وحوكو يري شيء هورت الظاهر نغن ماي وحاكا لك اللازمة هي بيه نوا نجاسوي وحي بيها سو اي تابتان ايه نوا نجاس متنجس وحي بيها سو حي سي تابتان. ويجب وحواجب عليه الشخص يدشي سي وحواجب كوا الاستبراء هبصشو من البول كاذدة إنو اسكا هبصدو أي واجب قفل بكوا حتى يغلب على ظنه شخص قم الذي سيلاء كفر بطو أنه أن البول كاذدة لا يعود إنو سنسول لابنين ولا يخرج مرضا بنا أسندب أصابحين إلى ملاذ أي كبضة هيركا أدقارتد وأنا دسكه بسكاذد. الشيخ رحمه الله تعالى وحو هل كان هدنا أكبر الله بحبك مركا لا يستنجوني
marka la istinjoonayo habka loo istinjoonayo iyo in istinjada la iska hubiyo inay waajib tahay wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahullahu ta'ala waxa waajib qofku kaadida inuu iska hubiyo marka muxuu sheekhu u khasisay min albowl yacni saxaradii ma uusan sheegin sheekha wuxuu ku gaabsaday kaadida in la iska hubiyo ayaa waajib uu yiri lianna waxa weeye saxarada mar walbaba soo bixitaankeedii shucuurka dareenka la dareemayo qof walbaa iska fahmayso markay soo baxayso iyo markii meeshii saxaradii laga baabiiyey taas waa la wada fahmi laakiin waxa lagu khaldanmo oo khaladku uu ka yimaado waa bowlka kaadida wey maxay waxaa dhici karta kaadidii iyadoo meeshii weli si wanaagsan aan uga dhammaanin inuu qofkii istinjoodo kabacdina meeshii oo qoyan oo cawradii oo qoyan dhibac yaroo kaadii oo qoyaanu meeshii ay soo marto qoyaankiina maadaama cawradii ay wada qoysay oo istijo aad ku wada qoysay qoyaankaa yarkaa ma dareemaysid hadhow oo kaadidoo kaa soo baxay lama halkii odhanaa isla wada qoyan sidaa awgeed wuxuu sheekha ihtimaam gaara saaray oo si gaara uu farta ugu goday albowl kaadida leanno iyadaa iltibaaska uu ka iman karaa inta badan ama saxarada shaki kama iman karo iyada walidaalik marka sheekha raximahullahu tacaala wuxuu yidhi waxaa waajiba qofku kaadida inuu iska hubiyo see u hubin marka kaadida imaa binasri dakar qofka cawrada inuu masaxo cawrada inuu gacanta xoogaasaa ugu taataabto ku masaxo si waxa gudaha ugu jira ay bannaanka u yimaadaan aw mashyin ama socod dhowr tilaabo inuu socdo wa aktharuhu sabcuuna khadwa waxaa ugu badan toddobaatan tilaabo inuu qaado aw tanaxnux ama tanaxnux inuu sameeyo xx uu yidhaaho sidii qof yacni ay hayso xaako oo kale qof ay hayso o kale uu iska dhigo aw taxaamulin bimasxin ama inuu isku xambaaruu masaxo acla alfarji farjiga meesha ugu sarraysa uu masaxo wa bimasxi albadni ama caloosha inuu masaxo wa bimasxi majaamici alcuruuqi biyadih meelaha xididadu ay ku kulmaan oo dhan gacanta inuu saa ugu masaxo saas inuu iska hubiyo oo xoogaa dhaqdhaqaaq uu sameeyo maxaa yeelay nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo maray laba qabri oo la cadaabayo markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir amaa axaduhumaa fa kaana laa yastabri'u min albowl labadan qabri waa la cadaabayo yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen haddana wax ay fududaysan jireen ayaa lagu cadaabi amaa axaduhumaa fa kaana laa yastabri aw laa yastanzi min albowl labadan qabri mid ka mid ahu kaadida iskama hubin jirin oo markuu istinjoonayo kaadida iskama hubin jirin saasaa lagu cadaabayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiis kale wuxuu ahaa tanazahu min albowl fa ina caamata cadaabi alqabri min albowl kaadida iska hubiya maxaa yeelay cadaabulqabriga in badan wuxuu ka iman karaa kaadidii oon layska hubin oo qofkii isagoo si wanaagsan aan isaga hubin oo isagoo nijaasa uu salaadii uu sidaa uu u tukado xataa yaqliba calaa dannihi ilaa qofka maladiisa uu qaalib uga noqdo annahu an albowl kaadidii laa yacuudi inuusan soo laabanayn walaa yakhruju uusanna dib usoo baxaynin uma markaa kabacdi markuu iska hubiyo kaadi dambe inaysan soo baxaynin yastanji markaa kabacdi ayuu istinjoodaa wayurkhi wuxuu raariciyaa duburahu dabadiisana wuu raariciyaa xataa yaqsila ilaa qofku uu ka dhaqo maa shaygii uu ka dhaqo shaygaasoo fii dabaqaatihi dabaqaati duburi dabada laalaabyaalkeeda waxa ku dhex jira oo min anijaasati nijaase ah dabada laalaabkeeda waxyaalaha ku jira oo nijaasadii meesha ku qarsoomaysay oo meesha laga yaabo inay ku qarsoonto ilaa laalaabkaas uu si fiican gacanta ugu masaxo ayuu masaxa weligu oo ma fududaysanayo markuu saxarada iska dhaqayee waa inuu dabaqaadka duburka dabada laalaabkeeda waxa ku dhex jira nijaase ah waa inuu iska mayro uu iska dhaqo wayadlukuhu wayadlukuhu wuu marmariyaa gacantiisa hu ayi dubur dabadaas gacantuu marmariyaa xataa yaqliba calaa dannih shaqsiga maladiisa ilaa uu uga farabato zawaalu dacmi najaasa nijaasada dhadhankeedii suulitaankeedii ilaa uu maladiisa uga farabato wa lownihaa lowni nijaasa nijaasada midabkeedii suuliddeedii ilaa uu uga farabato wa riixihaa riixi najaasa nijaasada urkeedii urkaa suulitaankiisii ilaa uu maladiisa uga farabato qofku wuxuu masaxa wadiyo dabada uu masixi
مركو استنجونه إلاو إسكيراهو أركي سحردي وباباي وضبادي أركي وكباباي مدبكي سحرد وباباي لبن كيدي وباباي إلا إنتاس وأم ليني بحيا للنجاساتك وحالو قدسا غلبة الظن يقينت إلها قرنية لكن غفك وحالو قربا غلبة الظن يعني ملاد عدو إني كفر بضته نجاسدي إني باباي ملاد عدو إني كفر بضته وظن قوي ملح حوق له قلبي قاعد يسوقشه نجاسدي إن أركيدي يمدب كيدي يردن كيدي لما بقي سورة ومتى وقت لاغت النجاسات نجاسات كان هدي أي لكلمان نجاسات كاسو المذكورة ولا سوى شيء الماء ديو هدي أي لكلمان مسقدم حكما عن الماء الماء ذو ومتى وقت لاغت النجاسات نجاسات كأي لكلمان نجاسات كاسو المذكورة ولا سوى شيء الماء بيو هدي أي لكلمان نجاسات كان نصامر نوع عشر كان الشلي أنا كسر قادني وكاددي يسحردي يدقدي يمتجي يخمردي يديجي وحيالها سهدي بيا أي كل عام بيها سوحت فيرن أنت عبر كيس وياه بيا يرميا مسبيا بضم فإن كان بيها سقلتين بيها سهدي أي قلتينهن والله بقول الليتر يكبدا أيهن لم ينجس من جاسوبا يو الماء بيها من جاسوبا إلا إن غيرت نجاسده سيني بدشماهن دعمه دعم الماء بيها بدن كودي نجاسده إني بدشماهن أو لونه لون الماء أما بيها مدب كودي إني بدشماهن أو ريحه ريح الماء أما بيها أركودي نجاسده إني بدشماهن شيخ وحكو رحمه الله تعالى نجاساتك عشر كان شرع نقص وقادني هدي بيا أي كدعان مثلا ديكي كاددي سحردي بيه كدعان بيها سوات فيرن قدر كود حكو رشاخ بيو هدي قلتين دينزين تصالحان لو بقول اللي ترى اللي دا قلتين لو بقول اللي ترى هدي بيو أي دينزين بيها سمن نجاسو بيان نجاسة كستا أو كدعان إلا وحيكون نجاسو بكران سدح دان الرماد متكمدة إني قلتين كسكو بدلان سدح دان الرماد محيطهاي بيه إني ساوران سكست بيو هاو بطانة مربح دي أي ساوران ونجاسدو أي أرسو بيه سوى متنجس وي نجاسو بي أما بيه إني سكب بدلان حقا مدبك مركي نجاسدو كود عادي قلتين كأهاي وفراها بدنا مدبكو دي هدي اسبدلان ونجاسو بي بيه دردن كود هدو اسبدلين ونجاسو بي سدح دان متكمدة هدي سن اسكب بدلين وبيه قلتين إدنيهين من نجاسو بي مركز بيو هدي بقولتين دينيين ولا بقول اللي ترى كبدنا دينيين وحيكون جاسوب كران وكلاه إن سد حدا متكم إذا يسبدل وقدعه مركب مذبك حق الله قفيرين هدي تصالحان بيه نجاسو مذبك هذا وافق سن نجاسو مذبك هذا وافق سن وأرنا عن لهين بدنا عن لهين لكن نجاسة نجاسة نوع عسو هدي بيه قولتين كأكل عدو حقيقة لغا فيرن مدب كبيه لأن جاسدي مدب مرة تصالحان وكبول منقدع الرائحة كادي تصالحان أنسو أرين وكالي أيا بيه كدعي قلتين كاها كادي دي مدب ساسو بيه كدلان مثلا ملاهن أر ملاهن ردن ملاها وانا كادي وانا جاسي اللي يلي مرك مدب كي حقيقة لغا فيرن مركز وكالي علماء الفقهاء وحيليهين وحال لازم نقنيس مخالف أشد إلا قدره أو يعني واحد بيها مذهب كودي خلاف سن، أو أنت لاك هدي بيها يكون على هايان مذهب كودي ما يسبدل لها أيان وقدرين، تصالحان كادي ده هدا مذهب كبيها أن كبدلنين أو مذهب كبيها قوة فقي، وحن مثلا قدرينا هدي مذهب كو نقل لها مذهب كقدر أو كله مذهب مذوقة مذهب كقدر أو كله مذهب كقدر أو كله كادي دا قدر لك ومدوء هدي بيها لغوش بلها مدى بكوذو ما يسبدل لها هدان نراه ها يهي نجاسي نغنى ريح دانا وحنك قدرين تصالحان شيء أشده الريح دي سؤاد أيو درانتها السيدة ريح دا الريح المسكي وكالي أيان قدرين انت أصو مسكي بيها هدي لغدر لها ما يسبدل لها ها هدي اللي راهو دي بيه وحليه هاي ونجاس
dadan kana waxaan qadarinaa dacmul khamri oo kale dacmul khamr khamrada dadankeedi intaanu khamraha hadii lagu shubi lahaa biyaha dadankoodu ma isbedeli lahaa hadii la yiraahdo biyaha bedelkood dadankoodu waa isbedeli lahaa intaas oo khamraha hadii lagu shubi lahaa biyaha markaa waxay noqonayaan biyo mutanajis ah ويظهر قلتين كاس فرها بدن ومدبكي أما أركي أما ددنكي إسكب الدلي وحكو الظاهر نغنكرا بزوال التغير دورسون ككود عي زولتان كيسو كود ظاهر نغنكرا بيها قلتين كاس شيخ وحروا هب الله الظاهريو إنو كو شاكو بيها قلتين كاس دي كان نجاسوان وفستدي بوحدي الله بقولو اللي ترهي هذي كان نجاسوده ومدبكي أما أركي أما ددنكي بيه إسبدلان بيهن أي قلتين يهين حبو حاجراء لو ظاهرين كار وحوكو رشاخو بيها قلتين كو حيكو ظاهر نغان كران بزوال تغير إسبدل كو إنو ماشا كزيولو أو إسكيس إساقا وحكا للقدرين وحنا لغو سامين إساقا إسكيس إسبدل كي وزولي ومثلا أركي ماشا وكباباي ددنكي إسبدلين ددنكي بيه وصول لابتين midabkii biyaha oo isbeddelku ku dhacay midabkii caadiga ah ee biyaha u soo laabtay markaas waxay noqonayaan qulatankii najaasobay daahir waxay la ewelba waxa najaasada keenaya wuxuu ahaa tagayurka isbeddelka isbeddelkii haduu baabay biyuhu waxay noqonayaan biyo daahir ah waxa kale oo sidaas oo kale uu daahir uu ku noqon karaa aw bimaa'in yudammu ilayhi walaw mutanajjisan ama biyo kale haddii ku shubto qulatankii kaan nijaasoobo midabkiisu isbedelaa ama dhadhankiisu ama urkiisu haddii aad badiso biyo kale aad ku sii shubto oo sidaas urkii iyo uu isuulaan iyo dhadhankii isbedelayay iyo midabkii isbedelay midabkii caadi uu ku soo laabto biyuhu waxay noqonayaan biyo daahira marka haddii biyo kale lagu daro oo isbedelkii meesha uu ka baaboo aw bimaa yanbucu aw bimadarin yanhamiru ama rooba ku soo shubmay ama biyo kala meel uga soo burqaday isbedelkiiyaa ka baaba'ay biyuhu saasay waxay ku noqon karaan daahir biyihii qulatinka ahaa oo kaa nijaasoobay wa in kaana almaa'u biyuhu hadduu yahay aqalla mid ka yar minhumaa ay min alqulatayn minhumaa ay min alqulatayn min haada nuskadan qortay minhumaa sida saxda ah وإن كان قلتينك وإن كان هدوية هي الماء بيه أقل مد كير منهما من القلتين قلتين هدوية بيه أي كير يهين ينجس بيها سحك نجاسوبا بالملاقات لكل مد بس نجاسة يبيه هدوية كل من هرب بيها سك نجاسوبين وإن لم يتغير ولو لم يتغير بيه يسمى إسبدلنا وحسبدلا يوسم بكل عين هدود دوني وحوك ليها الشيخ رحمه الله تعالى بيها النجاسة أي كل عيس هذه قلتين أي كيريهين والله بقول اللي ترى أي كيريهين اسبدل لك في رمائي مربع هذه النجاسة أي كل عدو أو دمات حتى يوسم اسبدلين هدود دون ومدب كيسي يأور كيسي يردن كيسي يوسم بيسكو بيدلين هدود دون ومذهبة الشافعية لأسلها قبتا لكن مالكية أوكال مذهبة مالكية وحيليهين biyo nijaasooba maba jiraan ilaa inay isbedelaan maahane ha yaraadaan ama ha badnaadaan biyo xataa hadday yar yihiin maalikiyadu waxay leeyihiin waxay ku nijaasoobaan inay isbedelaan xataa hadday yar yihiin laakiin imaamu shaafici raximahullahu tacaala isagu wuxuu leeyahay biyuhu hadday yar yihiin nijaasana ay ku dhacdo isbedel laga fiirin maayo horay ka nijaasoobayaan wayadhuru biyaha marka sidaas biyahaas yar oo nijaasadu ku dhacdo qulatayn ka yar oo sidaa ku nijaasoobay ayagana waxaa jira hab lagu daahirin karo habkii uu kuu sheegay sheekh wayadhuru biyahaas yar oo kaa nijaasoobay wuxuu ku daahir noqon karaa bibuluuqihi buluuqilmaa biyahaas gaaritaankiisa oo qulatayn uu gaaro biyihii yaraa oo kaa nijaasoobay oo nijaasadu ay ku dhacday habka lagu daahirin karo waxa weeye inaad badiso oo qulatayn aad gaarsiiso markaad qulatayn gaarsiiso kabacdi fiiri isbedel miyaa jira mise isbedel ma jiro hadduusan wax isbedel uu jirin بيه هو طاهر طاهر يكون نغنى يوم ومتى وقت لاغة النجاسات نجاسات كمركي أي لك المان نجاسات كاسو المذكورة والله سوى الشيقي وعشر كان الشلي
نجاسات كأنه كسوق هذا النج ما يعن دريرة هذه لكلمان وحشوب ما يود دريرة دريرةها هذه نجاسات كأي لكلمان دريرة سو غير الماء بيانهين واحد دريرة لكن بيانهين محل بيا حكم كسوة صبرن بيا هذه نجاسة يكون عدو أحكام تودوان صبرن وحن برنا إنه شيخ إنه شيخي وحن بيانهين هذه نجاسة إنه قد عدو سو لا دقمنا مثلا عانه او كله سليد دي او كله غاسكي او كله نفتدي او كله وحيالها سدي اي نوغر دعضو نجاسو وانبيها انا هين سيئولا معاملون اينا وحاس انبيها هين هدي نجاسو اي كل دعضو تنجس شيقي دريراغ اها ونجاسو بي بملاقاتها بالسبب ملاقاتها ملاقات النجاسات نجاساتك الله كل مدة والله كل ما السبب تدوك نجاسه قليلا كان شيء قد دريراغا وحيرها النقضو أو كثيرا أما وحف ربضان ها هذا تغيرها اسبدلو أو لم يتغير أما يوسن اسبدل ولا يظهر من الظاهر نقنا يقض ولغس دريراغا أنبيها أهين حكم كودن واسداس شيء دريراء أنبياء هين هدي نجاس ويكاغر دعضو حكم كود الشيخ وحكوه الشيخي دريراء هدي نجاس وكود دعضو ونجاس عانيه سليدي نفتدي غاسكي هدي بنجاس ويكود دعضو شيء غاسي ونجاس وي دريراء غاسي هيرادو هبضنادو هاي اسبدلو يوسن اسبدلين لا فرق في ذلك يعني وحبالك الاساري ما يمحي يلي شيء قد دريره إسقو أود ونجاسدي إسقى عليه إسقو ملها لكن بيها إسقى وحلوف ذيه بيها استعمال كذا فربضا وبيه والعبه يا ركيا الغرنا قناة يا صلاد يا الغوت كنا استعمالات كذا أدو فربضا بن آدم كأدو بيها وأديك سلا ولذلك شرع الإسلام ك بيها ووف ذيه بيها ووف ذيه حبك الله ظهير كره وحلو ربيه مهربه ذي قلتين دنيهين نجاسة كستو كرد عدا من نجاسة بيو إلا إسبدل إنو كويم هذا ماهن أما دريرها كلمة دام استعمالات كيسو وسنبضنين دريرها كلمة هدي نجاسة كرد عدا شيقا دريرها هيرادو هبضنادو هإسبدلو أما يوسن إسبدلين مرو البابو ونجاس سل الله الظاهر كرانا ملهن قابل الله الظاهر كرانا ملهن ولا يظهر من الظاهر نقنايو دريرها يسي قدو ولغيس لا بالغسل ولا بغيره هذه الله دقو هذه دريرة كلا لغسي بديو ولغي ظاهر نقن الثاني متكلمات حنوس ساعتي شروط دي صلاة وشيخ ونغس وشيخي لبيه توان شرط هل شرط دي نسوق هذا ني شرط دي قلبات الثاني شرط دي قلبات دهارة دهارة قادة شو بالوضوء وسقاد لغو ظاهر نقضو والغسل قبيس لغو ظاهر نقضه هذه غفك ويسدو اي كبرته او دون ايو انو تكدو وحواجب نقونا ايو انو كد ظاهر سقاته ويسقات او ويسقات هذه يعني حدث اكبر او كد عو جناب او كد عدنا وحواجب نقونا ايو انو كد ظاهر قاته قبيس ظاهرة ظاهر قاده شوي بالوضوء ويسقات كي لغو ظاهر قاته والغسل قويسكي لغو الدهارة قات أو بدلهما أما الله بدأ بدل كودي وبدل كمحاكمة وأتيمم بوريسكيو ودي قفك بيئو يعني كويسة قاتو أوايو بيئو كو قويستو أوايو وبوريسان مركا أما الوضوء ويسقاتكي ففروضه فروض الوضوء ويسقاتك واجباتكي ستة لحو ويساقاتك وحسكليها واجبات اللحة ومتكم إذا هذه اللقاء تقو ويساقاتك وصنع سحينا الأول واجبك أقوها الرئية نية الدهارة دهارة نيي سيديو للصلاة صلاة الله الدهارة قاتو إلا نييستو أو رفع الحدث أما ويسالة أنت إسكا كريالي ديدا لنييستو ويسالة أنت كويس حدثك وحوه وشي مانع أكود ديدي إن الصلاة دي يوحي لم يدعات سميسو مانعاس كوريال كيس ادنيستيد او رفع الحدث اما ويسلا انت كوريال كيد ادنيستيد ويسلا انت ان اسكدل قادو ادنيستيد
أو نحوهما أما اللبضاس وحي اللمذا للنيست واجبك وهر يا مركز وسقى هذا نيست كو هرت وين نيست حي لي إنما الأعمال بالنيات عمل نية الآن أنصح يا مجرو محد نيسا مركز مركز وسقى هذا نيست واحد نيسا نيست وحوي الظهارة للصلاة إن صلاة دي أدو الظهارة قادتي أما واحد نيسا رفع الحدث إن حدثك يعني كوكوسو كان حدثك هو ويسالانت ويسالانتا إن أدسك كرييلي سياد نيسا أما واحد نيسا استباحة الصلاة إن الصلاة كبا نيسا نيسو ويساقات كان أما واحد نيسا نية فرض الوضوء ويساقات واجبة إن أدماركتا ويساق هذا نيسي دي وحي اللامدو بالقلب قلب كان لغن نيستو مع أول غسل مع أول غسل لقد كان أقوهر هي معي سنة لن يستو كاسو من الوجه وجه كامل يعني الشيخ وحكولي رحمه الله تعالى شيء أقوهر هي وجه أتكار لقيس وجه مركب لقد يسا بالله بيسيد مركز واجب إن الدنيا دلتماد حيال السيدي أن صفينة نجا كسو قادني نية الوقت هذا مركي الليرا ولقى هذا لك قرما وحل نيستا نية الوقت هذا هو أول العبادات إلا الصيام نية الوقت هذا هو مركز عبادات بالله بيسيد إلا الصوم كمان صوم كيساقون كوب بالله من هبين كي يدسك نييسا هبين كينا صوم مجرد واسقع فرنت هبين كي أيال نييستا صوم ك هبين كينا صوم مجرد وحواد اسكعون هذا هو اسكعون ايا أو اسكعب ايا أياد نية دي الله إيماني وحي الصوم كسو هاري هنغض الصلاة دي حجكي زكدي وسقاتك كل واحد الإيمان أول العبادة عبادة مركز باللابس الثاني متك اللبات وواجباتك وسقاتك كمدة غسل الوجه وجهك دغتانك سيو من مبدأ تصديح الجبهة وجهك فدنتيسا فدنتا باللو قيدا لقب اللابو إلى منتهى الضغن إلى الله في الجريدة رمات كذا لقجار الثاني واجب كاللبات غسل الوجه وجهك دقتان كيسيو حقي وجهك مركب وجهك وحود الإسكالية هي الدول هي عرض يعني مركب اللي راه وجهك انتي حدوة وجهك انتي حدوة مركب اللي راه وما شاء الله دقا انتي واجب وجهك وحود الإسكالية هي دول در هي عرض اللي لجه هذا بلع لبدا سورة الشيخ إنه كو حدي وجهك دنع درك هي دنع بلع لبدا بإنه كو حدي وحو كو حدي دنع درك من مبدأ تصديح الجبهة وجهك في دنتيسة باللوغة إذا لقى باللوغة ماشي وجهه كسوه في السماء وماشي فودة ويتنت فودة إذا يكتها الملح فودة ماشي كل ما نيس هل كان لقى سوه باللوغة إلى منتهى الدغني إلى الله في قريدة مكانه دمات كذا لقى قار ماشى قرقه وكسر دش لفت قرقه وكسر دلانيس إلى لفت اسمه ماشى كل ما نيس لقى قار لفت وين أضمنيس لفت ماشى كل ما نيس إلى لقى قار أنت أسوي درر كيس مركي العبير وجهه ماشى وجهه كسر بالله مايو إلى لفت قرقة ماشى كل ما نيس درر كوجهه أنت أسوي دل عمرك اللي يراها ومن الأذن دكت لقى بالله إلى الأذن إلى دكت كلا لقى قار markii la yiraahdo dhinaca ballaca hal la yiraahana waxa way dhigtan laga bilaabo ilaa dhigta kale laga gaaro ballac intaas ay wajiga laga intaas wixii ku dhex jira xuduudaha soodintaas wixii ku dhex jira in la dhaqo waajib oo tin ah tin han noqdo maqaar han noqdo wixii xuduuda soo galo dhan in la dhaqay waajib illa baadina lihiyati rajuli ninka garkiisa garka gudhiisa maahan وعارضيه عارضي الرجل ننك اللبديس هريد لبدا هريد قده ده ماهنه غر كاس يهريد كاسو الكثيفين بدن لبدا سريدو الكثيفين بدن وكثيفين كوحان كثيفيننا عارضي عارضين كاسا نكثيفيننا ولجدد ده وحوه وحي حدود ده وجه سوق على اوتنع لما انتود ان لا دقاه هو واجه illa waxa laga soo reebi
qofka haduu garkiisu uu badan yahay, garkiisu haduu weyn yahay, garku haduu weyn yahay, gudaha in laga geliyo maqaarka la dhaqo waajib maaha haduu garku uu badan yahay. Labada hareedna waa sidaas oo kale, labada hareed hadday badan yihiin iyagana in maqaarka biyaha laga geliyo waa sunno, laakiin waajib maaha, waajib maaha. Ilaa baadina lixyati rajuli, ninka garkiisa, garkaa gudihiisa maahane. Marka lixyada iyadana waxaa ugu jirta, iyadoo laga fahmayo alkatiifayn, alkata ugu jirta, garkaasoo alkatati ee badan, garku hadduu badan yahay gudaha in biyaha laga geliyo waxba waajib ma aha. Wa caaridayhi, ninka labadiisa hareed maahane, labada hareed oo alkatiifayni ee badan. Marka sheekha wuxuu ka soo reebay garku hadduu weyn yahay, marka weyninkaas, garku markuu weyn yahay ama hareedku markuu weyn yahay, see lagu fahmi karaa gar weyn iyo gar yar? See lagu fahmi karaa? Waxa lagu fahmi kara waxa weeye waa xagga curfigo, qofka kula fadhiya haddii garkaaga markuu fiiriyo uusan uga jeedin maqaarkii, maqaarkii hadduusan u jeedin, maqaarkii hadduusan u jeedin duldulaalkiis uga jeedin, oo tintu ayba qarinayso, garkaas waxaa la leeyahay waa gar badan. Haddii laakiin maqaarkii la arki karo, korkaagii loo jeedo, garkaasi wuxuu noqonaa gar yar. Marka waxaa imanaya labada timbis uu sheekhu ka soo reebay, garka iyo hareedku ka soo reebay, laakiin timaha kale oo xuduudda wejiga gelaysa in la dhaqaayo waa waajib. Masalan, timahan loo yaqaano xaajibeynka, labadan xaajib, kuwaasi ha badnaadan ha yaraadan waa la dhaqi mar walba. Xaajibeynkaas waxaa kaloo soo gelaya al-ahdaab al-arbaca, ahdaabta afarta ah, yacni galalka tintooda, galalka indhaha, galalka indhaha tinta ay leeyihiin, iyagana waa waajib, waa la dhaqo. Waxaa kaloo soo gelaya shaaribka, shaaribka isagana yacni waa soo geli, waa la dhaqi isagana, shaaribkaas waa soo geli. Waxaa soo gelaya canfaqada, tintan canfaqada leh, canfaqada waxa weeye waa faruurta hoosteeda tinta yartaa oo kasoo dhalata wey, faruurta hoosteeda tinta yartaa oo kasoo dhalata, timahaasoo dhan waxay ku jiraan xuduudda wejiga. Athaalithu, midka saddexaad, ghaslu lyadayni, labada gacmood dhaqitaankoodi wey, maca almirfiqayni, labada xusul nicigooda lala dhaqo. Waa inta waajibka ah. Waajibka saddexaad waxa weeye labada gacmood ilaa xusulada laga gaaro ayaa waajib in la dhaqo. Arraabicu, midka afaraad, masxu aqalli shay-in, shayga kan ugu yar masxitaankiisi wey, shaygaasoo min basharati ra'si, madaxa korkiisa ka mida, aw min shacrihi, shacri ra'si, ama madaxa tintiisa ka mida. Idaa waqtigii ayaa shaygaas la masixi, lam yakhruj almamsuuxu, shayga la masaxay, minhu min ashacri, tinta xaggeeda shayga laga masaxay, kaas la masaxay hadduusan baxaynin, bilmaddi bisababi almaddi, taagidda sababteeda hadduusan ka baxaynin, can xaddi ra'si, soohdinta madaxa, soohdinta madaxa hadduusan ka baxaynin, tintaas waa lagu kaaftoomi karaa. Wuxuu ku yidhi sheekha, waajibka afaraad marka laguisa qaadanayo, shayga kan ugu yar in la masaxo oo madaxa korkiisa ka mida ama tinta ka mida. Haddaad doontana maqaarka waad masixi kartaa, madaxa maqaarkiisa, haddaad doontana waxaad ku kaaftoomi kartaa tinta, walow shacratan waaxida, hal tinba allah ka dhigo haddaad masaxdo, waajibkii wuu kaa dhacay. Waa sida madhabka imaamu shaafici raximahullahu tacaala uu qabo, laakiin imaam axmed ibnu xambal isagu wuxuu leeyahay tacmiimka waa waajib, oo iyaga xanaabilada waxay qabaan madhabta xambaliyada in madaxa dhammaan la mada masaxo ayaa waajibay ku leeyihiin. Abi xaniife isaguna wuxuu leeyahay rubucu ra'si, madaxa markii afar meelood loo qaybiyo qayb ka mida in la masaxo ayaa waajib. Amaa imaamu shaafici raximahullahu tacaala isaga wuxuu leeyahay walow shacra waaxidaba allah ka dhigo, hal timba allah ka dhigay, haddii qofku uu masaxo waa saxiix wasaqaadkiisi. khilaafkana meesha uu ka yimid waxa weeye waa mafhuumka aayadda qur-aanka sida loo fahmay ba'da ku jirta, famsaxuu biru'uusikum, biru'uusikum ba'da ku jirta ayaa imaamu shaafici wuxuu leeyahay ba'daasi waa tabciidiya. Tabciidiya maxaa loola jeedaa? Yacni waa bimacnaa ba'd, biru'uusikum biba'di ru'uusikum aa loola jeeda, madaxiina qayb ka mida, yacni madaxa waa tintaa loola jeeda, qayb ka mida in la masaxo. Walidaalika ba'daas imaamu shaafici wuxuu leeyahay
وتبعيدية. بينما مذاهب تكلا يجو إليهن وباء الإلصاق، باء الإلصاق، وإن يعني تعميم للسمايو ومضحا يعني به لك الجارسيو أي واجب يجو إليه. الرابع كان أفراد مسح أقل شيء شيئا كان أغير مسحتان كيس ويشيغا من بشرة رأسي مضح كركيس كمدا ومن شعاره شعر رأسي أما مضح تنتيس كمدا إذا لم يخرج، إذا لم يخرج شرط يعني وحوية لا الاكتفاء بالشعر مركة تنتا أتكو كافتوميس والقولية هي مقاركي بيها إن أتقارسيس واجب كغماءها مركة القولية هي وتنتا كليا لقو كافتوميك روحا شرط إذا لم يخرج الممسوح كيل لما صحي هدوسا بحين منه من الشعر تنتا متك اللقاء ما صحي بالمد بسبب المد تاجد سببت إذا هدوسا كبحين عن حد الرأس سهد انت مضح هدوسا كبحين مركا أدلاد هاي تنتا نكو كافتومي وحاشر دعا تنتا هدوسا لوسو جيدو وينو سن حدود مضحا وسا كبحين هدي حدك مضحا وكبحا يو حدود دي وجيغا يو ويسو قاري تنتا سمركاس دير مسيح هذا كم كافتهم كرت، بحيله ما ذي حبا ما أذن مسيح، تنتو هذي ديرته من الله ما نيسو، أو تنتو دير أذ مسيح ذي، واحد مسيح ذي واحد ما ذي حكب أحسن، واحد ما ذي حكب أحسن، أياد مسيح ذي، إلى هنا وحوير وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، ما دام برؤوسكم الغير تنتي هذي لسوجي ذا ماشان ما نيسو، أو تنتي ماشان ما نيسو سلا عضو سجى مسيح ذي، هل كان يتعلق؟ وما دحي واكب احسنتها تندير هلك ما يسوي هلك يدو تنتي هلا ساو مسحدي دي حاجه مسحدي مركه وحدودي ملحه وكب احسن هدي مركه تنتو اي تاي تندير هلك ما نيسا تنتا دير ما مسحي كرت وحد كو كافتومي كرتا تن حدوده مدحه ان كبخيني فحد كمدحه ان كبخيني. الخامس واجب كشنات غسل الرجلين لبد لغود دقيتان كودي وي معالك عبين لبدا ان قوم يعقود لا لا دقو انت واجبك وحا وي الى لبدا ان قول لغا غار انت سا واجب. السادس مثل اللحاد ترتيبه ترتيب الوضوء وسقاتك ترتيب انت سو كما سدي لو ترتيبيو لو هبهيو ذكرناه ما غا انغو ان سو شيغني سدا هدبا كتابك لوغو كلا هورمريي وين اد وسقاتك او كلا هورمريسه وا واجب حلغا بلاابي نيدي يا وجهي نيدي وجهي ايا لغا بلاابي وخا لوو خجيي غعمهي مسيحي لوغهي سداس ان لو هبايو وا واجب هدي عكسي قفكو و سميهو او لوغهي او كاسو بلااب لوغهي او كاسو بلااباي وسقاتكيس ما صحاي ويجب وحا واجب هيا في الوجه واليدين وجهي يا لبدا غعمود يا ورجلين لبدا لوغود وخا كو واجباي غسل جزء قيب دقيتان كودي ايا واجب قيب تاسو فوق حدودها حدود تلك الأعداء حبناها سانو سوشيغني سوهدمه هودا سوهدمه حبناها سيكو سميهين كركودا ميالك سرية إن لدقو وواجب من جميع جوانبها جوانب الأعداء حبناها سدن عيادو دا دن عيادا سدن إن لقردقو حدود دا ميالك سرية أي واجبة. شيخ رحمه الله تعالى وفكولي هاي قاعدة وحاجرته علماء الفقهاء الشيغان وآه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مربع هذه الشيء واجب كي أكو حرينيه إساقنا وحن نقونا واجب واجب كي وحي على قل له وواجب كي سامين كله حرير له إساقنا واجب نقون يعني أولا جيدة الشيخ رحمه الله تعالى وحوه وجهي هذا والقو حديي درر كيسي يبلع عيسي بوال حديي درر كيسي وحال ويري ماشا يعني وجهك فدينتي سو كسو بلاوميس لا بلاابو الى الف غريده دمادكيدا لا غار بل عيسنا وحا لو يري دغتن كبلاو الى دغت كاله لا غار وحا مركا واجب كو نوقناي انتاس لوغو عبري هوغا انك كدرت مركا دقيس عبركي كليها كوسمن دقيده وح يرك زياده كدر عبرك لانه هدادن زياده دا كدرين oo tiraahu intii cabirka uun baan dhaqidii ku sinay hada tiraahay waxa dhici karta cabirkiin wax ka soo kala noqotid oo nusqaan ay gasho weysa qadkaagi cabirkiin aad wax ka nusqaamiso ayaa dhici karta marka wax uun inaad ku darto waa waajib wa an yajri almaa'u bihi wa inay ku socdaan ayaa shardi ah bidabcihi dabeecadooda ay ku socdaan bihi
على جميع أجزائها أجزاء تلك الأعضاء حبنها سقيبه وذا قيبها لما أنتد وإنه يبيه إسكود أي أصعدان مركا أدو وسق هذا نيسيد بيه إسكود إنه يدبع عدد كصعدان وشرط ومحال الديدي بيه إن حبنتنا أتابسي سوكاليه بيه بإسان دقاقين سيدي سليد أوكال أما الصبق أدمرساني سوكال لما أقول وسقات صبق أدمرساني سوكال ما أنصحي فعنتي يد قويسي وجهي سيدا أقو صبكت فعنتي هذا نوا سو قويسي عن تلميذك تهدنا تابسيس بيه بيه السعانة يدريره يا شردع بيه السعانة يدبي عدود كشب مايه وليبا اسكود مركز بيه ما يشو كشبته وانا ايوه السعانة يان بيه بيه ادوه اد حوه كسعود سينيس او اد او يرو سيدي سليد او كلاة ويسدد ما انسحيس هل كاسو الشيخ رحمه الله تعالى وحكونا ميهي واجباتك وساقاتك هل كانو حكب الله مبدلات الوضوء وحياله وسقاتك برية ويبدله وسقاتك وحب برية كل ما شيء كستا شيء كسو خرج كسو بحي من القبول ماشى هراء عورضه كسو بحي والدبور دبر كما الدوضة كسو بحي عينا من عين عينه وحل أركيوه وريحا من ريح وحوره يعني الدبيل أو كلا دبيل الدوضة كسو بحي أما قبول كسو بحي وح الأركيا صوبحي نادرة صوبحي غير نادرة صوبحي وح قللا وح قيا لا فرق في ذلك وح صورا فرق ملهم ولجدد الشيخ رحمه الله تعالى وحوه شيء وجوه الرأي وسدي برنايا وما خرج من القبول والدبر واحد يعني كصوبحي قبول كهرة وما شاء الله كاديو ما شاء الله كادي ولجدد الشيخ قبولك دبر كانوا وح ولجدد ما شاء الله السحر هذا لماذا ميلود ميت كميدا هدي وحي كسوبخا ويسقاد كوا بريان وحو دونا بها نقض صحرا ها نقض كادي ها نقض يعني بهل ميشا كسوبخاي ها نقض دغخ كسو دحاي ها نقض قري ميشا كسو دحاي ها نقض حق ينادو حق للنادو وحو دونا ها نقض وحي با لماذا ميلود كيمادا وا ناقد الوضوء ويسقاد كوا بريان ولمسهما لمس القبل والدبر قبولك يا دبرك تاب الشدو دي أيا ويسد برينيسا ببدون الراحة على عشا علوشي ذا لغو تابت ببدون الراحة على عشا علوشي ذا لغو تابت أو بدون الأصابع أما فرها علوله ذا لغو تابت من نفسه قفك نفتيس وكتابتي أو غيره أما غير كيس وكتابتي ولو لولده عنق سواها كتابت ولد كاسو الصغير يرى وحكله وسقاتك برهنه عورده إن لا تابت عورده وماشى لغا سحرونه أما ماشى لغا كادينه يلا بضع ميلود ميل كميده هده إن لا تابته وسقاتك وبره حقه لكن وحا شرده أمرك ويسده كابريسه وأمرك اللغو تابته فرها علوشه ده أما على عشا علوشه ده وإنت السيدان سقود دبول ميسه سان مرك اللي سقود دبوله إنت سقود دبول ميس هده إن لغو تابته عورده مركز ومرك وسقاتك وبره أما هذه على عشان دبر كذا كره هذه وكتابة قفقة عورديس على عشان دبر كذا وكتابة عوردي ما بوريش أما لقطة كلا عوردي قفقة وكتابة ما بوريش واحد بورينا يحوي وعلى عشاس هذه اللي يسكت دبولا فرها اللي يسكت دبولا أنت يسكت دبول ميس أنت هسوي واحد ناقد كا وسقاط كبورينا شيخ مركا رحمه الله تعالى وحوش جاي إن قفقة أسوق عورديس وكتابة أما قفقة لا وكتابة الما صغيره او كتابته قنغار او كتابته لا فرق في ذلك واسكمت عورو دان اسكمت وتلاقي بشره ذكر وانثى ويل يا غبر كركودا كلانكودا ايا وسد برينه ويل يا غبر هدي كركودا اي كلمان ويل كاس يا غبرتاسو بلاغا غارين حد الشهوه اشتهل حد كده غارين ان لا اشتهيو او دبيعه سليمك اي اشتهيسو حد كودا غارين ايغونا ويسقادكي وا بورينا وحيالا كلا ويسقادكي بورينا كميدا وحا كميدا ويل يا غبر اجنبي كلا اه ان كركودو اي استابتان وحا شردي ويلكا يا غبردا بلغا حد الشهوه ويني غارين حد الشهوه ميشن لو شردينايو البلوغ كان غير كان سومرنو بشرط قفكه صلاه كا جبيناي هويناي هدي تahay اما نين او يahay انو 15 سنه غارو شرط ما اها لكن ما شرطي حد الشهوة إنه قاري حد الشهوة محاله لجهده حد الشهوة لجهده لقليه مندي معها
إن أقار حد شهو يعني من يكتم هذا لولا مجهد محان لولا جهد يعني حدا يشتهى به وإن أقار حد لا يشتهى يولي راه يا قفك قرسدا يا الله أقل قلع ضمع يعني ضمع حد للضماع يه إن أقاره أي لولا جهد حد الشهوة معناه هذا ماها إن أقاره حد من يكتم هذا أما قبضي إن أقارته يعني حد أي كحيش وإن أحيد قبضي كيما هذا هو شرد ماها ويلكو إنو قارو حدك منيدو كي ما جيته الشرد ماها كلي حد شهوة ولا جدد لقل يا حوي وحدا يشتهى حد لا يشتهيه في الدباع السليمة قفك دي الليه حد لا يشتهيه وإنو قارو وعبرك اشتهادنا وحالا غفير قف الدباع عديسو أي عافمات قبط وإنو قفك اشتهين كرب يعني قف وحجر الدباع عديسو أي سن عافمات قبينو عرورك يركا حتى اشك اشتهيناي ولا بجيركي سدح جيركي كاس عبر لغا ما قادن كار وقف حنون سمو ومرض عقلي يقبه كاس وحوي مرض عقلي يقبه عبر لغا ما قادن كارو مركه لليه قفكن حد الشهوه هغارتو وعند الطباع السليمه وعبرك لغا قادنايو وددك دبيعادودو اي عاديه تاهي ددك دبيعادودو عاديه اي تاهي حديبه قفكن اشتهين كرانو حدك اي غارتو لليه الله لله قفكن اشتهوا يا الله اقل قلبه قفكن اي كو قبان غنيسو ويا غورسدا اي كو قبانايسو بس وي وسد وي كاجيدو ويل كاس يا غوداسو ليس بينهما دخدودا محرميه محرم دخدودا يسنهين بالنسب بسبب النسب ابترسي سببتودنا يسن محرم اسو اهين او دد اسكو نسبه هو يعني ولالنمو يا ادرنمو يا ابتنمو يا ابنمو يا هوينمو اي كدخايسو يسنهين او رضاع او بسبب رضاع اما النوغ ما سببته اذا محرم يسوغو اهين اما ضد اسلام الناس النوغانا ماها او مساهرة بسبب مساهرة اما حدد سببتي سناء اذا محرم يسوغو اهين ضد اسلام حددين ماها حدد كولي جدد لقالي يا وحوي وقبضة عاد قبطة اوكاله هو يلي ومحرم كاقي محرم كاقي اما قبضة نين كيدا نين كاس ابيه سوكاله ويساقنا مساهرة او دحيسة حدده سدح داس هدي محرم ايسان اقول لحينين ومحرم كويمد حقا نصبك محرم كويمد حقا رضاعة ناس نقمد محرم كويمد حقا مساهرة يقولك كويمد سدح داس مدك مدو هدوسا كرد حينين صلاة واسكج بناية ويلك يقود اقاري حد الشهوة وحكا لو شرط يا بلا حائل وحود لحي الله انتو دنا كركو دو اكلمو ايضا هدنا وحود لحين وجيركو دي سعادي اسكو تابتان أما هذا حائل جرو أو حقود لحيه ويساقات في مركز مبوري ومركز شروط هو لح شردي لابد أن قف مركز صلاة اسكجبين أيان ويلكين قبضا كالأجنبية لح شردي على شردين والحاصل أن التلاقي الناقض للوضوء بستة شروط لح شردي على شردين أحدها أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة لابد أن قف لابقف إسخلافس وإن يهن مدنى وإن ويل نقضه مدنى قبر يهي ثانيها أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر ما شيء إسكتابنا يانا وإن نغطه كركا أما إلكت هذه إسكتابتان إلكها عجيها إسكتابتان تنتا إسكتابتان ويسادة مبورنا يانا سد حداس إلكيه يتنت عجيها مبورنا يانا شرط سد حاد أن يبلغ كل من الذكر والأنثى حدا يشتهى فيه مدول بويلك يقود كمدا وإنه قارو حد لإشتهين كرو فلو بلغ أحدهما ذلك دون الآخر فلا نقض لكل منهما ويلكي قوضي لبضوا هديسان حد الشهوة قارن ويلكي قاري حد الشهوة قوضوا نواس صغير ويلوا يرتهي لبضوا وسيدي كما بريس مركا رابعها عدم المحرمية باليقين وإن سنة محرم اسكو أهين وشرد خامسها أن لا يوجد حائل بينهما وحود حياء إن الليهلين وشرد هدي مرأي وحيود حياء وسيدي مبريسو سادسها أن لا يكون جزء أحدهما منفصلا وهو دون النصف وإن حبنتنا أي سنقو أنين أيضا نصف كير هذا وحي النصف كبضا وقف لما يسترى الموكت نصف وحي كبضا وقف لما يسترى ويسدوا برنا مروا البابا لكن وحل ليه ويسد برنا ميسو يعني ويلكي وقعنقو أنا قعنتي كليقات ماشا تهلا أي أسلانتي تابت وأنا نوين قعنتي سي قعنتا كليقات وحمد برنيسو قعنتا كليقات أيضا وحمد برنيسو وزوال العقل وحكى له وسيد بريا عقل جزوري تانكيس قفك يسقى ويسقى بها أيا تمييزك عقل وكبابا
أما عقل وحكوبة بيكرا قفكي وواشي وحكوبة بيكرا إنه هردي مربع هذه عقل وتجوه سدوا بره إلا من شخص مويا شخص قاسو نامه هردي قاعدا حاله يهمت فديه وحلقة سوري بقفكي فدي كهردي ممكنا حاله أتكيي حلقة دبوره دبدي سوري كذا يوما الذي كي أتكيي حولها حول حلقة الدبوره دبدا وريق كذا وحي دنيا هذه أتكيي على الأرض أرض الدشي إذا نكو أتكيي وحلقة سوري بي قفكو هدو يعني دبدا وريق كذا ودولك كو أتكيي oo sidaas uu ku hurdo midalan ka hay'atul mutarabbi wa fadhiga la yiraaho wuxuu fariistay hay'atul mutarabbi labadii lugood markuu fariisanaayo is dhaafsaday oo qofka fadhiga la yiraaho tarabuca oo kala midna dhinaca wuxuu bixiyay midigta lugna wuxuu bixiyay dhinaca bidixda uu bixiyo saas uu lugu isku dhaafsaday lugu asagoo saas isku dhaafsaday ayuu sidaas ku hurdo salkiina dhulka uu ku adkeeyay qofkaasi si kasto uu hurdo wasadii ma buraysay maxay la meeshii awl baa wax laga baqayay waxay ahaayeen in dabada ay wax ka soo baxaan qofkiina dabadiisi wuxuu u fariistay hab sinaba isan wax uga soo bixi karin igaalik marka qofkaas hurdadiisu si kasto uu hurdo hurdadiisu noqon mayso midii wasaqadka burinaysa wa amma al-ghuslu wallahu subhanahu wa ta'ala